احنا دافعنا عنهم وترافعنا عنهم واللي افرج عنهم تقريبا تجاوز 40، وما زال موقفنا مع المتظاهرين، مع المطالب، المطالب اللي ترفعها البصرة، مع حقوق البصرة. الرسالة هو أنه موقف النقابة، نقابة المحامين، إحنا أولاً أنا فرد من أبناء البصرة، نريد نوجه رسالة إلى جميع، إلى الحكومة وأيضاً المتظاهرين. أكو هناك حقوقيين وقانونيين، نقف معهم ونقف مع المطالب التي يطالب بها المتظاهرين، وكلنا دعم لهذه المطالب.